السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنعرف كيف نعمل سولار اناليسيس. سولار اناليسيس اللي هو حساب شدة أشعة الشمس سولار انتنسيتي أو السولار انرجي اللي بتسقط لنا على سطح المبنى خلال فترة زمنية محددة. أنا بعمل سولار اناليسيس عشان أعمل شادو ستدي عشان أحدد مدى كفاءة الشيرينج ديفايس اللي أنا عاملها في المبنى عشان تحميلية الفتحات أو الشبابيك من أشعة الشمس المباشرة. بالإضافة لكده أقدر أقيم أو أحدد العزل المطلوب للحوائط والشبابيك دي، لأنه المكونات دي بتكون موجودة في المبنى في اتجاهات مختلفة وبتتعرض لكمية أو أشعة شمس مختلفة خلال اليوم وخلال السنة. يلا نجي نشوف كيف نعمل الموديل ده. طيب، أول حاجة نحن بنعملها بنسطب الأد إن بتاعة السولار أناليسيس. الريفيت من غير الاد ان ما بيعمل لك السولار اناليسيس دي الا تسطبها. ممكن عادي تحملها من الانترنت، هي فري مجانيه. هي اسمها انسايت اد ان 2018. نضغط فيها كليك يمين ران اس ادمنستريتور، نضغط يس، اوكي، نيكست، اي اجري، نيكست نيكست. كده سطبنا البلجنز دي او الاد ان بكل سهوله. وبعدين نجي نفتح الريفت. البلجنز دي حقت زي ما ذكرنا حقت 2018 متوفره لحد 2024. طيب، اول ما نفتح الريفت بنلقى البلجنز دي نزلت معانا هنا في انالايز تاب اللي هي هندية اسمها انسايت. فيها ثلاثة ادوات اللي هي بتعمل سولار اناليسيس ولايتنج وهيتنج كولينج اناليسيس. نحن حاليا او حسي بيهمنا كيف نعمل سولار اناليسيس. عشان نعمل سولار اناليسيس اول حاجة مفترض انت تعملها لازم تحدد اللوكيشن الصحيح حق المبنى. عشان احدد اللوكيشن حق المبنى بضغط مانج، من المانج بمشي لي بروجكت لوكيشن، من بروجكت لوكيشن بضغط في الأيقونة بتاعت لوكيشن. المبنى ده احنا اشتغلناه، هو المبنى ده كان اشتغلناه كان هو ريديزاين للواجهة. المبنى ده موجود في دولة جنوب السودان، لكن حاليا انا هختار الخرطوم مثلا عشان نعمل له الاناليسيس. طيب، عشان نحدد اللوكيشن حق المبنى في طريقتين، يا يعني عن طريق الديفولت سيتي ليست نضغط كده ونختار الدولة من السيتي ليست، او عن طريق الانترنت مابين سيرفيس. بضغط هنا في ديفولت سيتي ليست، بضغط كليك هنا وبختار المدينة اللي انا داير اعمل لها او داير اخد فيها المبنى، او ممكن اضغط كده واختار انترنت مابين سيرفيسز بقوم بيفتح لي الخرطة هنا. طيب، اقوم اشيل الايقونه دي واوديها للدوره اللي انا داير اخد فيها او داير انفذ فيها المشروع. مثلا امشي ام درمان مثلا، وفي ام درمان اخد المبنى ده او مكانه في الثورات مثلا. اضغط اوكي. طيب كده انا حددت الموقع بتاع المشروع. تحديدين الموقع ده ضروري جدا لانه السولار اناليسيس بيعتمد على موقع المشروع. فالزاوية بتاعة سقوط اشعة الشمس وحركة اشعة الشمس حول المبنى وشدة الطاقة بتاعة اشعة الشمس كلها بتعتمد على اللوكيشن حق المبنى. طيب، هنقوم نضغط اناليسيس سولار، بتفتح معانا النافذة دي، وفي النافذة دي
بقوم بحدد user selection هنا، عشان اختار الاسطح اللي انا داير اعمل لها analysis، مثلا السطح ده وهنا. ما ضروري تختار كل الاسطح، مثلا في كل جهة أنا داير أتأكد من مدى فاعلية التظليل اللي أنا عامله في المبنى. ممكن اضغط هنا جوا، ممكن اضغط هنا، ممكن هنا، ممكن هنا برضو. وبعد انتهيت من الاختيار هضغط فينيش هنا، بتوريني هنا في الاستودي سيتنجز، بتوريني الاريا اللي انا عامل لها سيلكت اللي هي 796 متر مربع. هضغط في السهم ده عشان اخش في الاعدادات. بدي احدد الستايل بتاع الاناليسيس، انا داير شنو، سولار اناليسيس ديفولت ولا سولار اناليسيس هارلي ولا كيف. اخليه هنا ديفولت، واحدد التايب، انا داير بيك انسوليشن ولا داير افريج انسوليشن، اختار افريج انسوليشن. واجي احدد اليونيتس بتاعتي، دايره وات هاور سكوير متر ولا كيلو وات هاور سكوير متر، هختار كيلو وات. ومفترض ادخل هنا في السن سيتنج واضبط الاعدادات بتاعت الشمس، اختار سنجل دي سمر سوليستس، الانقلاب الصيفي، اجي احدد اليوم اللي انا داير اعمل فيه الاناليسيس، هختار فترة في الصيف مثلا او يوم في الصيف، في اي يوم او في اي سنة من السنوات. مثلا شهر 5 تمام. بالنسبة لي الزمن هحدد من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 4 مساء، أو من الصن رايز تو صن سيت كده تلقائيا. بنلاحظ حولها طوال لي ريد اونلي أو بكا جري اوت، وهو حدد لي الفترة اوتوماتيكلي. هضغط اوكي. طبعا هنا بتجيني الرسالة دي لأنه بيقول لي ما في إعدادات بتختص المنطقة اللي أنت قدر تعمل فيها الأناليسيس. بيقول لي أقرب إعدادات أو أقرب معلومات هتستخدم في الأناليسيس دي بتبعد 50 مايل أو 80 كيلومتر. أقول لها use existing weather station analysis result ما بين، هختار دي. بعد ما انتهيت من الاعدادات دي وبضغط هنا في ابديت، اختار دي
لاحظ كده طوال اتعمل معانا الاناليسيس، موضوع سهل جدا جدا وبسيط. هنا زي ما شايفين ظهر معانا الليجند اللي هو بيعرض لي السولار انتنسيتي حسب اللون. لو قفل اضغط ابديت تاني يظهر معاك. طبعا لونها احمر تعرضت لأشعة شمس اكبر من لونها اخضر. يعني زي ما ظاهر هنا أثر التظليل زي ما شايفين هنا الحتة دي، هنا تعرضت عليها أشعة شمس فترة أطول، بنلاحظ هنا أخذت اللون الأحمر. أما الجذور اللي ما ظلل زي ما شايفين إنه أخذ اللون الأخضر، ودي هنا تعرضت لأشعة شمس أكبر. وعن زي ما ظاهر المحلات دي محتاجة عزل. طيب زي ما شايفين برضو هنا ظاهر الحتة تحت المظلة أو تحت الكانتليفر لونها أخضر، معناته تعرض للشمس أقل. وزي ما شايفين كل ما اتجهنا للأسفل كل ما زادت المنطقة المعرضة لي سولار إنرجي أو سولار أرض. زي ما شايفين هنا دي واجهة مختلفة، زي الاتجاه الواجهة طبعا بيأثر في كمية أشعة الشمس الساقطة عليها. نقلب أكتر طبعا. المبنى ده اتجاه الشمال، ده هنا ده الجنوب وده الشمال. أنا عارفين إنه الشرق والغرب أكتر واجهتين بيتعرضوا ليه أشعة شمس. بنهتم فيهم بالتظليل. الواجهة الغربية هي اللي بتعرض أكثر لأنها معرضة لأشعة الشمس لفترة أطول. في حتى أشعة الشمس بتعرض تكون أصخم، ما زي في الواجهة الشرقية بتكون أشعة الشمس مع الصباح بتكون باردة. زي ما شايفين هنا لونها أحمر معناه تتعرض لأشعة شمس أكتر. بنلاحظ المحلات اللي فيها البلكونات أو تحت البلكونات بتكون لونها أخضر معناته تتعرض لأشعة شمس أقل. أنا ما أعتقد كده انتهينا أو من الشرح بتاع السولار أناليسيس. إن شاء الله هنواصل معكم فيديوهات تانية ونشرح بقية التولز بتاعة إنسايت. السلام عليكم.